السلام عليكم شباب، شلونكم وشلون الصحة؟ اليوم عندي فرخة واحدة صغيرة، راح اخلي لها حلقة وخليكم ويانا حتى نشوف شلون راح اخلي لها حلقة. طبعا هي انا مسوي حلقة فيديو شلون لبس الافراخ حلقات، بس هاي بعد مثل ما يقول انتم ويانا شو نسوي لها مثل ما خطوة وخطوة وياي، واريد نصيحتكم شباب، انتم اخوتي واصدقائي، مثل ما يقول يعني احنا سوينا البرج من البدايه انا وياكم سوا. فهسه طيور بيضات والجو حار صراحه، ان بيضه وش شمرت بيضات، انه هاي البيضه الثانيه، بس صراحه ما اعرف ابقيها ما ابقيها، ما ادري شو تقولون انتو عشان مرن البيضات لو بقيهن. خل اشوفكم البيضات وش كم زوج. انا طيور ما متعبها ولا طيرها، يعني بعدني ما مطير طيور، بس الافراق انه ان شاء الله نخرجها، فما ادري ابقيهن اشيل البيضات، الجو حار بس في مجال يزقن مره ثانيه. شو تقولون انتم، زقن لو ما زقن؟ خل اشوفكم بيضات وبعدين قرروا، اكتبوا لي بالتعليقات، اكتبوا لي بالتعليقات، والتعليقات الاكثر تقول زقن اخليه بيضات جوانا وخليه ينزقن، واذا لا والله قلتوا كسرهن ما كسرهن، يعني انا صراحه حاير بين هاي وهاي، ما ادري اسوي زقن لو ما زقن ما ادري. خل اشوف الفرق، نحل له حلقه وبعدين اشوفكم بيضات، خليكم ويانا يلا. شوفوا شباب، هاي الفرخه الوحيدة اللي بقت بالبرج، طبعا هاي امها ما زقها نهائيا هسه زقيتها، وهاي الحلقات راح اخلي لهم حلقات، خليكم ويانا. شوفوا شباب، هاي الحلقة خليناها برجله، بعد هذا ما عليه شيء ان شاء الله، بس افكر شباب افكر اجيب حلقة اكتب عليها رقمي، لو اكتب عليها اسم القناة ذو الفقار ابو علي وعلامة يوتيوب، شو تقولون انتو اجيب لها حلقات هيجي شيء لو ما تسوى؟ انا اقول اجيب لهم والله، شو تقولون انتم؟ حلقات واكتب عليهم رقمي، لو اكتب عليهم بس اسمي ذو الفقار ابو علي وعلامه اليوتيوب، لو بس الرقم، شوف شلون يصير. انطونا اراءكم انتم، شنو تقولون شباب؟ اوكي تعالوا خلينا نشوفكم البيضات. شباب طيور البيضة عندي، هاي واحد بسم الله، هذا واحد زين، وهاي اثنين، هاي هم بيضه زين، هاي صار اثنين، واحد هنا واحد هنا. اللي جابونها قبل كم يوم ما شاء الله باعوا، هم بيضاتها جواها بسم الله، هاي هم وحده هنا شوفوها، هاي صار اربعه بس نشوف بينهم، اي هاي اربعه خوش، بعد ما قلنا اي، وهاي همين وحده، هاي خمسه، خمسه جواهن بيض، وهاي بعدها ماكو بيضات تزقن، بس نطور ذات بس هي بيضين، وعندي وحدة عاقر متبيض. فشو تقولون شباب اخلي البيض، شو تقولون شباب اخلي البيضات لو لا؟ بعد انتو مثل ما يقول همينة انطونا رأيكم. ذكر الشباب ولد معلق لي بالقناة من اصدقائنا، طبعا من اصدقائنا واخواتنا اللي بالقناة مشتركين وياي، يقول لي ابو علي عندي طيور هم عنده الظاهر عنابر، بس صراحة ما أذكر وين، بالنجف غير منطقة عنده بغداد ما أدري، يقول أبو علي عندي عنابر، بس العنابر مالتي أنا جايبهم بيض وذيل الأزرق، يعني أبيض صافي وذيل الأزرق، هاي مرتجات معلم حلوات كل حلوات زين، يقول شو هسه دابات لي مشجر وبالريشة، يمكن أعتقد بالريشة الرابعة ما أدري الخامسة، يقول ما أدري صفن يعني باقيات مشجرات. أنا قلت له إنه الطيور ترى مو شرط هو أبيض ذب أبيض، يعني احتمال بيها الرس زين، ابو امهاتهن بين شجر زين، احتمال شلون نقول من ثالث ظهر ثالث رابع ظهر ها بين مشجر، مو شرط يعني، هسه ذاك اليوم شفتوا هذا ذبنا بطويرني انه ماتي، شو اذا تشوفون انتم ذني بيض منقطات برزي، شو يسمون مشجرات ذني رزيات برزي زين، خلينا نقول هذا الفحل، شوف هذا الفحل ديكروف، هذا ذب لي بطويرني، مو شرط يجوز بيرس بطويرني، يعني مو شرط رخت مزاوجي، فاليوم امه على بطويرني ابوه بطويرني الله اعلم، جده مثل ما يقول يعني، فمو شرط اخوان الطير مو شرط يذب ابيض ذب ابيض، احمر يذب احمر، ماكو حكي، مرات يذب يعني شلون يقول يضرب الرس عنده، يضرب على ابوه على امه على جده هيك، على شوفي على ظهر ذابين مخربط مثلا، خلينا نقول برزي مشجر، هو المشجر هم حلو على حكي، يقول ذابين مشجر بس مشجر هم حلو، فانا اقول له يعني مو شرط، بس انتظرهن يذبن على الزق الثاني ان شاء الله،
مرة ثانية احتمال يذبن أبيض، ها احتمال مرة ومرتين يذب لك مشجر وبعدين يذبن أبيض يرجع صافي أبيض وذيل أزرق، فمو شرط يا أخوي. واليوم جينا شوي صراحة متأخرين وطلعت المذنين بيضات وشفتوهم، شو تقولون أنتوا على البيض؟ البيض أكسره لو أخليه جواهين؟ أنا بالنسبة لي أقدر أطلع، عندي إمكانية أطلع الفرخ، يعني إذا رب العالمين أنا داريهم عليهم شيء أداريهم يطلع، لو بتموز واب ماكو أطلع الفرخ. فشو تقولون أنتوا؟ أبقيهن لو أكسرين البيضات؟ انطونا رأيكم. شباب شوف أنا شلون شايل الليلون، بعدني ما شايل، عزت اليوم أشيله، بس ما شاء الله شوف الدنيا، الدنيا مغيمة. البارحة هنا يمنا ذبت حالوب ثلج، بالقاهرة ذبت حالوب، قالوا بالعطيفية ذبة حالوب، بس مثلا بالمدينة ماكو، قالوا شيل الليلون، بس صراحة ترددت، هو الجو حار بس اكو بيها مطر، وهذا المطر تدري خطي يأذون يأذي الحيوانات، قلت بقيهم بيها ما تروح الغيمة ان شاء الله باكر عقب اشيل، بس انا مكشفهن عادي يعني اكو تهوية ماكو عليها شيء. فهذا الليلون لحد هسه ما شايله، منتظر ان شاء الله بس يعتري الجو. شوف ما شاء الله شتانا السنة طول، هذا هسه ما شاء الله البارحة مطر، البارحة مطر وثلج همين سبحان الله، زين ولا تقول عباك صيف، هذا شتاء، هذا السنة هاي ما شاء الله الموسم مختلف. فلموت هاي ما شلت الليلونات تاني، ان شاء الله يومين ثلاثة واشيلهم، بس انا رافعهم مسويهم تهوية زين. هاي الطيور.